على ارض الملعب وزميلنا محمد توفيق ولقاء مع نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الوزير العمري فاروق. اتفضل يا محمد. من جديد كابتن هيثم، معاكم فوز النادي الاهلي باول بطوله سوبر مصر للكره الطائره. معانا الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. الف مبروك يا فندم، اول بطولات الموسم، واعتقد فريق الطائره بنستنى منه البطولات الكتير. يعني كلمه تقولها النهارده للاعبين وكمان جمهور النادي الاهلي. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي العظيمه، والف مبروك للجهاز الفني واللاعبين، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، مبروك لكل عشاق النادي الاهلي وجماهيره الكبيره واعضاء النادي الاهلي. الحمد لله رب العالمين، زي ما احنا متفقين كمجلس اداره ماشيين على الخطى الطيبه بتاعتنا، بنجتهد وبنشتغل، وربنا بيكلل البطولات دايما يا رب، بيكلل النادي الاهلي بالخير دايما يا رب. فالف الف ومليون مبروك يا رب. يعني الف مبروك لحضرتك يا فندم، طبعا مجلس اداره النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي، لكن فرقه الطايره بالذات اعتقد السنه دي كمجلس اداره الدعم الكامل اللي كابتن ميدو احتاجه كان موجود ومتوفر، واعتقد كل السبل كانت متاحه ان الفريق ان شاء الله يحصد كل البطولات، خاصه عندنا كمان بطوله عربيه بعد ايام في النادي الاهلي. ان شاء الله كل فرق النادي الاهلي، احنا بنشتغل دايما على المركز الاول وبنشتغل على البطوله، وبنقف على ملاحظاتنا على بعض الحاجات اللي موجوده عندنا، لو في اي ملاحظات بنعدلها، بنجدد، بنشتغل، بنصلح لو في خطا، لان احنا اكيد مؤسسه كبيره وبتشتغل على نجاحات. اكيد من الممكن يبقى في بعض التعديلات، بعض المتابعات، بعض الحاجات دي كلها، انما في الاخر كلنا بنشتغل كمجموعه واحده لصالح النادي الاهلي، وده اهم حاجه في الدنيا، ان كل الناس اللي موجوده دي بتشتغل بحب جدا للنادي الاهلي. اعتقد يا فندم مقوله عائله النادي الاهلي بتتحقق، واعتقد ان احنا اكبر عائله في الكون كله، كل جمهور النادي الاهلي الكبير اللي معانا. طبعا اكيد، يعني النهارده النادي الاهلي يمكن عدد اعضائه في النادي الاهلي وصلوا حوالي تقريبا مليون مواطن مصري، اعتقد ده رقم كبير جدا بالنسبه ل يعني عدد اعضاء النادي الاهلي. كمان جماهير النادي الاهلي الكبيره اللي ما شاء الله تعدت وفقت ال 80 مليون او ال 90 مليون مواطن، المشهد بيتغير دايما للخير، ودايما الحمد لله نجاح للبطولات. الف مبروك للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وكل الزملاء اعضاء مجلس اداره، مبروك لكل الجماهير ولكل اعضاء النادي الاهلي، الف ومليون مبروك للاعبين، دايما رجاله، دايما بيسعدوا جمهور النادي الاهلي، دايما عينهم على البطوله وبشكل متميز، ودي اهم حاجه في المشهد، ان انت تبقى بتلعب كمان وان هدفك يبقى التميز، هدفك انك تبقى بتسعد جمهورك، هدفك انك لما بتحقق البطوله ما بتحققهاش صدفه، بتحققها بشغل، بانجاز، تعب، بجهد، برقي، بنتائج كمان ايجابيه، الحمد لله رب العالمين. اتمنى لهم موسم يبقى ان شاء الله باذن الله موفق، زي ما بندعم الباسكت، زي ما بندعم الهاند بول الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله، يبقى فيه ان شاء الله انجازات طيبه باذن الله رب العالمين. بنتحرك على كل الملفات في النادي الاهلي سواء رجال او سيدات لجميع الالعاب، فان شاء الله باذن الله رب العالمين يبقى الخير دايما للنادي الاهلي. الف مبروك يا فندم، ودايما موفقين، ودايما النادي الاهلي في المقدمه باذن الله. شكرك يا حبيبي، ربنا يخليك، مبروك ليكوا جميعا، ومبسوط ان قناه النادي الاهلي دايما في الاحداث، ومبسوط ان قناه النادي الاهلي متواجده في كل العاب الصالات، متابعتها كامله الحقيقه، وانتوا بتقوموا برساله طيبه جدا لجماهير مصر وجماهير النادي الاهلي، فبتمنى لكم كل الخير يا رب لقناه النادي الاهلي، دايما بالخير يا رب. اشكركم. شكرا دايما عند حسن ظن حضرتك باذن الله.